أي. أنا من وجهة نظر رجولية راجل ها؟ أنا حكاية الحجاب هذية اللي هو المرأة عورة ولازم تغطى إهانة لي أنا، أنك تعتبرني حيوان مش نغتصبها، شنو هو هذا؟ معناتها أنا عشت في مجتمع مش هكا، علاش توخرني بالتوالي؟ المرأة التونسية كانت يعني تلبس سفساري، علاش العهد اللي عاش فيه فانا عهد ونحات يعني سفساري وتعودت من غير سفساري وتوا المرأة هي حرة، انت ما تنجمش تلزم المرأة اذا كان هي حرة تحب تغطي خليها تغطي، تحب تعري خليها تعري. يعني هذا ايش قلت انا؟ هذا فيلم ايش يقول؟ هذا ايش قال بالضبط؟ هذا ايش قلت انا؟ هذا الفيلم ايش يقول؟ لكن انا كنت تقول لي مقدس قتلتني. ليه قلت لك انت اصلا مش مؤهل باش نحكي معك في القدسية؟ ومانيش مؤهل. ليه؟ انا مؤهل أنا مؤهل باش نحكي في الدين كيما نحب. لازم تكون عندك خلفية دينية كبيرة. عندي الخلفية الدينية، أنت تعرفها خلفيتي الدينية؟ لا لا أنا ما عنديش، يعني لا أنت ما عندكش تحكم على روحك، أنا عندي. لازم تكون حافظ. أنا عندي خلفية، أنا حافظ مش حافظ، قارئ القرآن والآيات اللي على الحجاب الكل نعرفها واستعملتها وخدمتها معاك. لكن أنت فسرتها، أنت ماكش مؤهل باش تفسرها سيدي. علاش مانيش مؤهل باش تفسرها؟ الاجتهاد موجود. الاجتهاد عنده شروط سيدي، مش اي كان يجي يعني يفتي يجي. مانيش اي كان يلا. لا يزكو عندك خلفيه. شنو هي الخلفيه؟ شكون يعطيها لي الخلفيه؟ يعني ما نجمش نتكلم. انت تحسبني كافر وتقول لي ما عندكش خلفيه. شنو هذا؟ كافر شكون حسبك كافر؟ مازلنا ما تخليش في كافر ومؤمن. يعني هذه الاشكال الكبير بالحق في التواصل، يعني انا قلت لك هي حريه تقول كفر. انا قلت لك حريه لكن انت منعتني باش نعطي رايي. على كل حال انا حسب رايي احسن حاجه مش يعملها الفيلم اي ناس انه يعني مش علاقه الناس بربي. شوف انا اكثر حاجه مش يعملها باهي الفيلم ما نموتش انه مش يحل بالحق الديباه هذايا بشكل كبير.